طيب يا هل ترى رنيمة بتعرف بها القصة؟ لا يعني بما انه ما صار هزة ارضية لهلا معناتها لا، انا برأيي الاحسن انه يتزوجوا هلا وبعدين بخبروها للخانم. ايه بس هن هيك عم يظلموها. والله ما بعرف اذا حدا بيطلع بايده يظلمها، يعني بالنسبة للظلم ما في اشطر منا لرنيم بهالقصة. وابوها لفتون كيف صار؟ مريض كتير المسكين، مو منيح ابدا. ايه للاسف مرضه خطير وما له علاج. يعني بصراحة المرض بمرحلة متقدمة وهلأ ما عاد يقدر يساوي شيء. صحيح ريما، انت كمان لا تحكي شيء بخصوص اياد وفتون لانه رنين ما لازم تعرف ابدا. مثل ما بتعرفي علاقتها مع فتون مو كتير منيحة، والبنت مو ناقصة مشاكل بنوب، هالعرس لازم يمر على خير. ماشي خلص اطمن، ما رح احكي. رز بالعدس. قالوا لي انت طبختي اليوم، بس ما كنت متوقع تطبخي هيك طبخة. طلعتي ست بيت شاطرة. صحتين وهنا. من زمان كتير ما طبخنا هالطبخة هون. ايه فهمت عليك، هي كانت مرتك المرحومة تعملها، اكيد ما رح تطلع مثل ما هي كانت تساويها، بس بتمنى تعجبكن. يسلم ايديك بنتي. صحي انا رح شوف الحلو. حياتي عادي هنن بشوفوا. لا يا روحي، عم اعمل صوص وما حدا رح يعرف يساوي غيري، هلا بس تدوقوا رح تعرفوا ليش عم اقول هيك. الله يديم الوفاء. ايه الله يسلمك. شو بدك ريما؟ الو رنيم خانم، في خبر مهم انا لازم خبرك اياه فورا. هلا انا وانت رح نبلش بسنة جديدة ورح نكون متزوجين. ما رح تخبري اهلك انه رح نتزوج يعني؟ بعدين، بس ليكون كل شي جاهز. فستانك جاهز وطقمي جاهز، يعني شو ضل عنا؟ برأيي ابوكي رح يشوفني عرسان. رح يشوفني عروس؟ وثقي فيني. بس ليك من هون لنجهز كل شي انا وانت قدام بابا مجرد رفقات مو اكتر، وما منحكي بالموضوع قدامه. طيب امي على التليفون، معقول تكون عرفت بالقصة؟ لا هي من وين بدها تكون عرفت يعني؟ مو لازم تعرف هلا. انت ايمتى رح تتعلمي توثقي فيني؟ نحن رح نتزوج بعد كم يوم، انتهى، لا بقى تفكري باي شيء. الو نعم امي. اياد انا عم احكي معك لافهم منك شو قصة هالزواج المفاجئ. والله مو فاضي هلا، انا بشوفك بكره. اياد هلا بدك تجي لعندي؟ بس أنا قلت لك ماني فاضي، فيك تستني لبكرة. ماشي الحال، بكرة من الصبح بكير بشوفك ومنحكي. طيب بشوفك. سيارتك جاهزة يا خانم. إياد قلي، نحنا رح يصير معنا شي مشكلة؟ لا ما رح يصير ولا مشكلة، فلا تقلقي. بترجاك إياد، الله يوفقك. أنا حتى مجد ما كنت حابة خبره بالقصة لأنه فوراً بيقلها لريما كل شي، وأنا ما بدي حدا بنوب يعرف بهذا الموضوع. هو هيك المفروض. ليكي ما حدا رح يعرف بهالقصة، اطمني أنت ورح تضل بيناتنا. إياد أنا عن جد بتشكرك على وقفتك معي. هالقصة كتير غريبة مجد. أنو قصة؟ زواج فتون وإياد بهالسرعة. يعني من كم يوم كانوا مثل القط والفار، وهلأ فجأة قرروا يتزوجوا، في شي غريب بهالقصة. معقول أنت بتعرف شي وما بدك تخبرني عنه مجد؟ حياتي أنا ليش رح أتخبي عنك مثلا؟ يعني أنا مو عرفان سبب هالزواج السريع، بس هو لازم يصير بالآخر. بعدين حبيبتي نحن ما دخلنا فيهم، يمكن هن ملوا من الخناق والمشاكل وفجأة قرروا يتزوجوا. أي يمكن. أنا رح فوت على الحمام. شو مين دق لك حبيبي؟
لا ما حدا، واحد غلطان يعني ما في شيء مهم. بالله.